أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. الحقيقة الصادمة والظاهرة المؤلمة التي تمثل مخرجا من مخرجات احتلال العراق وإفرازا من إفرازاته المدمرة تؤكدها تقارير ميدانية لمنظمات حقوق الإنسان أنها بغطاء من النفوذ والسلطة للأحزاب المتنفذة، ألا وهي ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق التي كانت معدومة قبل احتلاله. المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر أكد في تقرير له استغلال الأطفال في التسول وتجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة. تحتل بغداد الحصة الأكبر من هذه الظاهرة، إذ أشار المرصد أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة في الإيقاع بالضحايا تحت غطاء من نفوذها ونفوذ المؤسسات الأمنية. نقف مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على أسباب اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق بعد 16 سنة على احتلاله وفي ظل حكوماته المتعاقبة. لماذا يغيب دور الحكومات المتعاقبة في وضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية التي تفتك بالمجتمع وقيمه؟ ورحب بضيوفي في هذه الحلقة الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك أستاذ نظير. أهلا بك أخي. وأيضا أرحب بالدكتور فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تنضم معنا عبر الهاتف من لندن. مرحبا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. وعليكم السلام، أهلا بك دكتورة فاطمة. وأرحب أيضا بالدكتور عبد السلام الطائي الأستاذ في علم الاجتماع ينضم معنا من ستوكهولم. مرحبا بك دكتور عبد السلام. حياكم الله وشكرا لاستضافتكم وتحياتي لضيوفكم الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذا مشاهدينا الكرام نستمع إلى هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. لا تقف الكوارث التي جرها الاحتلال الأمريكي والحكومات التي خلفها في العراق عند حد، فلا يوجد ميدان من ميادين الحياة إلا وقد حل فيه الخراب والدمار، ولم تسلم شريحة من شرائح المجتمع من الاكتواء بلظى الفشل السياسي والفساد الإداري والفوضى الأمنية وغياب القانون. المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر كشف في تقرير فصلي عن وجود نحو 15 شبكة للاتجار بالبشر تعمل في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. وأوضح مدير المرصد حسن الشنون أنه خلال الأشهر الأخيرة تم ضبط شبكات لاستدراج النساء واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية. ووفقا للمعلومات التي بينها الشنون، فإن الفتيات دون السن القانونية يمثلن نصف الضحايا، مشيرا إلى أن معظم جرائم الاتجار بالبشر كانت تتم من خلال صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تستغل تلك الشبكات العوز المادي للضحايا وتنقلهم من بغداد إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة. كما أكد وجود شبكتي التجار بالبشر تعملان على إدخال العمالة الأجنبية من أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلاديش إلى كردستان العراق، ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية، مضيفا أنه تم تسجيل حالات تعنيف ضد أفراد هذه العمالة من قبل مكاتب بعض السياسيين فضلا عن سلب حقوقهم المالية. وأفاد المرصد بأن محافظتي أربيل والسليمانية شهدتا تورط 4 شبكات التجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى، وتبين فيما بعد أن العاملين ضمن هذه الشبكات هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء. أما في محافظة البصرة جنوبي العراق فقد تم توثيق عمل 4 شبكات تستغل كبار السن وذوي الإعاقة للتسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا. إزاء كل هذه المشاهد المأساوية يبقى الدور الحكومي غائبا للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها، على الرغم من وجود قانون لمكافحة الاتجار بالبشر برقم 28 لسنة 2012، والذي يبقى كحال الكثير من القوانين الأخرى التي سنت في العراق ما بعد الاحتلال مجرد حبر على ورق. إذن نبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، وفي هذه الحلقة يعني حلقة حساسة جدا موضوع الاتجار بالبشر في العراق. هذه الظاهرة لم تكن موجودة في العراق قبل احتلاله، اتسعت وازدادت في السنوات
الأخيرة 2017 و2018 وكان لها جذور ابتدأت بعد احتلال العراق عام 2003. ما الأسباب التي ممكن أن نقف عليها؟ يعني حقيقة النقاش في هذا الموضوع يعني موضوع محزن ومؤلم، ويعز على الإنسان العراقي أن يناقش قضية من هذا النوع في تنتشر في مجتمعه. حقيقة نحن كنا نستغرب جدا عندما نذكر كلمة نازحين، وبعد ذلك قد ألفناها الكلمة، وهذه التجارب البشر لما كنا نراها ونسمع بها إلا في بلدان الغرب أو في البلدان التي تعاني من فقر ومشاكل عديدة. واستغربنا جدا أن مجتمعنا أيضا يبتلى بهكذا أمراض اجتماعية، لكن ما هو السبب في انتشار هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الاجتماعية في المجتمع العراقي، وبالذات في فترة ما بعد الاحتلال، حيث أن الشعب العراقي لم يكن يعاني مثل هكذا مشاكل ما قبل الاحتلال، بالرغم من أن مرت على العراق ظروف مادية صعبة جدا، كان من الممكن أن ينزلق المجتمع لمثل هكذا أمراض اجتماعية، ولكن بقي المجتمع العراقي محصن من هذه الأمراض ومحصن من كل هذه الرذائل التي تنتشر حاليا. لذلك عندما تعقد مقارنة ما بين يعني فترة ما بعد الاحتلال وفترة ما قبل الاحتلال تجد فارق كبير جدا، وتجد أن المجتمع بدأ ينحدر تدريجيا إلى مستويات سحيقة من هذه الأمراض التي تغزو المجتمع العراقي، وكأنما يعني تخرج بخلاصة بأن النظام السياسي الذي جاء بعد الاحتلال هو بإرادة من المحتل أو بإرادة سياسية لهذه الطبقة السياسية أن تعمد على يعني حدر المجتمع العراقي إلى هذا المستوى الضحل من الأمراض الاجتماعية، وهذا ممكن يساعد الطبقة الاجتماعية بأن تجعل المجتمع العراقي مجتمعا مفككا، مجتمعا ليس له يعني القدرة على القول لا أمام كل هذه الآفات التي تأتي من هذا النظام السياسي، وبالتالي سيضمن لها السلطة إلى أطول فترة ممكنة. وإلا ما هو السبب؟ يعني أنا أريد أن أتساءل سؤال بسيط، لماذا هذه الأمراض تظهر في هذه الفترة بالذات في فترة الاحتلال، ولماذا لم تكن موجودة في العهود السابقة؟ البعض يرجع ذلك يقول بأنه الإفلات من العقاب وأيضا الأسباب الاقتصادية الضاغطة يعني هي أكبر سببين لانتشار هذه الظاهرة. يا أخي أنا يعني مستعد لكي أبرهن لك بأن الحالة الاقتصادية لم تكن في السابق بأفضل من الحالة الحالية. أن العراق مر بظروف فقر كبيرة في العهد الملكي وفي بداية العهد الجمهوري، ولم يتمتع في البحبوحة الاقتصادية إلا فترة وجيزة في السبعينات، ولكن لم ينحدر المجتمع إلى هذا الانحدار الذي نعاني منه الآن. هناك انتشار للمخدرات، انتشار للرذائل، انتشار للتجارة بالبشر، بل والتجارة بأعضاء البشر. يعني هل تقصد أن الأمر هو متعلق بربما جهات متنفذة يعني تستفيد ماديا من هذا الأمر أو يكون تحت غطائها؟ هو لا شك بأن هذا أحد مفرزات العملية السياسية الحالية. هل أن الأوصياء على هذه العملية السياسية هم يقومون عن عمد في تأسيس لهذه الأمراض، أم أنه تصرفات شخصية من بعض الأفراد والمسؤولين؟ أنا لا أعرف 100% بالضبط، ولكن بإجابة بسيطة بمقارنة بسيطة تجد أن النظام السياسي الحالي هو المسؤول عن كل هذه الآفات التي يعاني منها المجتمع، وإلا هو بإمكانه أن يضع حد لمثل هكذا أمراض. طيب. ووصل الأمر أنه يعني أصبح العراق مفضوحا أمام دول العالم بسبب هذه المآسي التي تحدث من المجتمع العراقي. أرحب بالدكتورة فاطمة العاني، مستشار المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة فاطمة مرحبا بك. يعني لعل هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء اتساع ظاهرة يعني الاتجار بالأعضاء البشرية وكذلك الاتجار بالبشر منذ عام 2003 منذ احتلال العراق وحتى الآن. يعني هل هو الإفلات من العقاب؟ هل هو الحالة الاقتصادية المتدنية؟ يعني تتعدد الأسباب، ولكن
يعني السؤال هنا، يعني ألا تعتبر هذه جريمة يحاسب عليها القانون الدولي؟ نعم بالتأكيد، يعني جريمة الإعجاب بالبشر متفق عليها دوليا بأنها جريمة ومن أخطر أنواع الجرائم التي يواجهها المجتمع الدولي في الوقت الحاضر، وهي كما يطلق عليها الإعجاب بالبشر، أو في الحقيقة هناك مصطلح آخر وهو الرقيق الحديث. الآن هذه الجريمة يتوسع نطاقها أكثر وأكثر، مع العلم أن هناك الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات وغيرها، الأمم المتحدة وغيرها، وحتى هناك قوانين في داخل وطنية في كل دولة تمنع هذه الظاهرة وتعاقب عليها بعقوبات كبيرة، خاصة لأن أضرارها يعني كبيرة، والحقيقة يعني تؤدي إلى تدهور المجتمعات ورجوعها إلى الوراء، والتأثير السلبي لما لهم أيضا من التأثير السلبي على حياة البشر. هناك يعني الكثير من الخطط، وتم إطلاق العديد من المشاريع في سبيل القضاء على هذه الظاهرة، خاصة أن أسبابها الآن لم تعد فقط أسباب يعني محلية، هناك الآن أسباب دولية أدت إلى توسع هذه الظاهرة. يعني هناك الكثير من القوانين التي وضعت في أجل معاقبة المجرمين الذين يعني كثير من البروتوكولات والاتفاقيات دكتورة فاطمة تمنع هذه الظاهرة وتعاقب عليها لأنها تؤدي إلى تدهور المجتمعات، ولكننا لم نسمع بأحد تم معاقبته في العراق أو محاكمته. نعم، مع الأسف الشديد، لأن المسؤول والسبب الرئيسي لهذه الجريمة في العراق هو الحكومة. يعني نحن لا يجب أن ننسى أن لا يوجد حكومة في العراق، الحكومة تسيطر عليها الميليشيات، والميليشيات الموجودة ليست ذات أهداف وطنية أو لا تتبع الحس الوطني أو ليست لها روح وطنية. إذن هذه تعتبر هي من أهم الأسباب التي تسببت في وجود هذه الظاهرة في العراق، بالرغم من أن أسباب هذه الظاهرة كما تشير إليها الكثير من الدراسات هي أسباب متعددة ومشاكل متعددة ومعقدة، ولكن في العراق السبب الرئيسي هو الحكومة العراقية من خلال ممارساتها ضد الشعب العراقي، ومن خلال ميليشياتها المتنفذة التي تسيطر على الشعب العراقي يعني تساهم في الإعجاب بالبشر، خاصة وأن أحد أنواع هذا النوع هو تجنيد الأطفال. الأطفال يتم إغراءهم. دكتورة فاطمة، البعض يعني البعض يلقي بالمسؤولية أو باللائمة على الاحتلال الأمريكي كونه كان يريد إنتاج دولة على نمط أو على أنموذج حسب ما يراه أنموذجا يحتذى به بين الدول، ولكن تحطيم القيم الاجتماعية بنشر الفقر ونشر الجهل ونشر الجريمة، هل يعني ذلك يدين الولايات المتحدة؟ نعم بالتأكيد، يعني قبل الاحتلال عام 2003 لم تكن هذه المشكلة موجودة في العراق، ولم تكن هذه الجريمة معروفة في العراق. هذه الجريمة توسعت وانتشرت وبدأت تحدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. من أهم ما قام به الاحتلال الأمريكي هو فكر وحل القوات الأمنية العراقية التي كانت تتمتع بروح وطنية، وهي تعتبر اليد الضاربة لأي دولة في سبيل القضاء على هذه الجريمة. إذن بهذا الأسلوب ساهم الاحتلال الأمريكي بصورة مباشرة في دخول مثل هذه العصابات وفي توسع ووجود مثل هذه الجريمة وغيرها في العراق. بالإضافة إلى ذلك، حتى أن لو ادعت أمريكا أنها كونت قوات أمنية، ولكن كل هذه القوات الأمريكية القوات الأمنية بعد الاحتلال الأمريكي ميليشيات تابعة لأطراف خارجية. ابقي معي دكتورة فاطمة، سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ الدكتور عبد السلام الطائي، الأستاذ في علم الاجتماع. مرحبا بك أستاذ عبد السلام الطائي.
مرحبتين ومرة أخرى أرحب بالضيوف الكرام. أهلا بك دكتور عبد السلام. يعني نتحدث عن تداعيات هذه الظاهرة أو انتشار واتساع هذه الظاهرة على المجتمع العراقي، الكثير من الأسباب الرئيسية منها يعني حتى أن منظمات يعني أو منظمة Human Rights Watch تحدثت عن أن ظاهرة الاتجار بالبشر سببه الانفلات الأمني والفساد الحكومي، بالتالي كلها تبعات أو إفرازات لاحتلال العراق. ما التداعيات لهذه الظاهرة وانتشارها على مجتمع محافظ كالمجتمع العراقي الذي يعتبر قدوة لجميع المجتمعات في العالم؟ نعم، ابتداء نود أن نبين في البداية من الناحية الجنائية ظاهرة الاتجار بالدم والبدن، ونقصد بها أي أنها تشمل بيع الأعضاء البشرية للموتى والأحياء وبيع الأطفال وبيع المرضى في المستشفيات. وبهذه الفقرة أيضا بالإمكان من الدكتورة فاطمة أن تغني هذا الموضوع حول مسألة بيع المرضى في المستشفيات. هذه الظاهرة الجنائية وإن اختلفت أشكالها وأسماؤها هدفها واحد، تدمير الإنسان والمجتمع العراقي. الجماعات المستهدفة في هذه الظاهرة هم ثلاث مجاميع: مجموعة الاتجار بالأعضاء، ثم الاتجار بالبشر الأصحاء، ومن ثم الاتجار بالمرضى والموتى. تنشأ وتترعرع تجارة الدم والبدن بالأعضاء البشرية عندما يصبح الجلاد هو القاضي والحكم، حين ذات يصبح المجتمع العراقي بأكمله مخطوفا، وتكون معايير الجلاد هي الحكم والحكم السائد كما هو الحال في العراق. تجارة الدم والبدن من أسوأ أشكال صفقات الفساد المالي والإداري في سجل الجرائم البشرية، سيما عندما تكون أحد الروافد المالية لصفقات الفساد الإداري الذي أصبحت رائحته تسكم الألوف وأصبح مدانا عالميا. هذه الجريمة أيضا مدعومة بشبكات واسعة كما أشار الدكتور نظير، ومقسم عملها، هنالك تقسيم عمل شبكة منظمة عملها التجاري يمر بمراحل من مرحلة التسويق إلى مرحلة البيع مرورا بالسمسرة. والمناطق الحاضنة لهذه الجريمة اللا إنسانية تتمثل في كثرة عدد أطفال الشوارع المشردين، مما يجعلهم صيدا ثمينا لشبكات الاتجار بغرض سرقة الأعضاء. وللعلم أيضا يبدو أن طريق عملية الاتجار بالأعضاء البشرية أسهل من غيرها من الممارسات غير الشرعية، حيث يجد السماسرة حيرا لا أخلاقية لشرعنة ممارساتهم بكتابة عقد تبرع بين طرفين المشتري والبائع، يقر فيه المتبرع بتنازله عن الجسد. والغرض من هذا العقد الشكلي هو كي لا يتعرض الطرف للملاحقة القانونية. عموما هذه الظاهرة متشابكة يا سيدي الكريم مع غيرها من جرائم الخطف والدعارة والمخدرات، ولها أهداف متعددة سياسية وأمنية واقتصادية وطبية. أخطر ما في هذه الظاهرة تؤشر أو تكمن في تنقل الجنس في العراق بصناعة القرار السياسي والحكومي. فحينما يكون الاتجار بالدم والبدن، سيما حينما تكون هذه الجريمة رافدا ماليا لتمويل الجماعات المسلحة، ونتذكر هنا جيدا المساومات المالية التي كانت تقوم بها الأحزاب لذوي المغدورين بالطب العدلي، فكانت رافدا ماليا للكسب الحرام. التقارير والدراسات الاجتماعية من بغداد تؤكد أن قيادات دينية وسياسية وأمنية تقوم بعمليات استثمار تجاري لترويج المخدرات وتجارة الجنس بنوعيه والأعضاء البشرية في هذه النقطة. إذا سمحت لي دكتور عبد السلام الطائي أن أنتقل إلى الأستاذ نظير الكندوري، يعني المرصد العراقي أيضا أوضح بأن ضحايا الاتجار بالبشر يعني يقف خلفهم شبكات يعني تتحصن بنفوذ ميليشيات معينة أو مسؤولين شخصيات نافذة في الحكومة، يعني هي يعني يقع على عاتقها الإيقاع بهؤلاء الضحايا أو ضمن حلقات مثل ما تفضلتم. أستاذ نظير، في هذه الحالة هناك تقرير للخارجية الأمريكية وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في الاتجار بالبشر
فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه الظاهرة. يعني هل هناك يعني فعلا خطوات أمريكية فعلية لمعالجة هذه الظاهرة؟ أليس هم السبب بهذه الظاهرة؟ طبعا أمر مستغرب أن يصدر عن يعني مؤسسات أمريكية مثل هكذا قرار وعزمها على يعني معاقبة المسؤولين بسبب تهاونهم أو تشجيعهم لمثل هكذا عمليات التجار بالبشر. الغريب أن من مكن هؤلاء يعني السرقة ومن مكن هؤلاء الفاسدين من الشعب العراقي، أليس هو الاحتلال الأمريكي؟ يعني الآن هو يريد أن يثبت لنا ب يعني قرارات تدعم الأخلاق وتدعم حرية الإنسان وتدعم حق الإنسان بأن يهدد بتقديم من هو مسؤول عن هكذا جرائم إلى العدالة. هذا تدليس على المجتمع الدولي، أو بمعنى آخر هو يحاول أن يبرر نفسه من الجريمة التي هو بالأساس من اقترفها. لا أقول يعني لم تكن هناك شواهد على أن الأمريكان بأنفسهم قاموا بتشجيع مثل هكذا ظواهر لا أخلاقية، ظواهر لا إنسانية في المجتمع العراقي، لكن هم جاءوا بمن فعل ذلك. هذه المنظومة السياسية الحالية التي تدير البلد هي من تشجع على مثل هكذا ظواهر غير صحية بالمجتمع العراقي. عبد السلام تحدث وقال عندما سألته يعني عن هذه الظاهرة واتساعها وأسبابها، قال بأن المستهدف هو الإنسان العراقي، يراد تدمير المجتمع العراقي. يعني هل من المعقول أن تقوم الولايات المتحدة بنقل الحرية والديمقراطية إلى العراق بغرض تدميره؟ يعني أنا أقول يعني لو جئنا إلى مسألة احتلال العراق نفسها، ما كانت هي الأهداف من وراها؟ أهداف يعني والتي هي ظاهرة للجميع بأنها تدعيم لأمن إسرائيل، تدعيم لفكرة توسعها كما يعني شعارها من الفرات إلى النيل، وأضف إلى ذلك يكون العراق موطئ قدم متقدم للولايات المتحدة في المنطقة، وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها طالما موجود شعب حي يعني متمسك بقيمه ومهتم بأخلاقه. لذلك وحدة من أهم العوامل التي تفتت هذا المجتمع هو ضربة بالصميم، ضربة في أخلاقه، ضربة في قيمة الإنسانية. وإلا ما معنى أن الإنسان يباع ويشترى؟ ما معنى أن المرأة ممكن تشتغل بالدعارة أو تمتهن بأمور أخرى كثيرة؟ هناك الكثير من أنواع التجار أيضا تحدث بها الدكتور عبد السلام الطائي، الاتجار بالأصحاء، الاتجار بالأعضاء البشرية، الاتجار حتى بالمرضى والموتى. نعم. يعني تتعدد هذه أوجه هذه الظاهرة في العراق. سأعود إلى الدكتور عبد السلام مرة أخرى. دكتور عبد السلام، يعني من وجهة نظرك، يعني كثير من التقارير الأممية والدولية تحدثت عن اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر، وتحدثت وقلت بأنه يراد تدمير الإنسان العراقي والمجتمع العراقي. من له المصلحة بتدمير الإنسان العراقي؟ لماذا الإنسان العراقي؟ يعني العراق بلد نفطي، ليس بحاجة أن يأتي طفل ليبيع كلية أو يبيع جزء من جسمه مقابل مبلغ زهيد. لماذا يراد تدمير الإنسان العراقي وقتل الإنسان العراقي سواء كان بالمخدرات أو بتجارة الأعضاء البشرية أو غيرها؟ وبالتأكيد تدمير أي مجتمع يبتدأ من تدمير الدولة، وتدمير الدولة العراقية كان واضح وفق نظرية الضبط الاجتماعي بحل المؤسسات التي تحمي أمن الإنسان الاجتماعي كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، وتحويل تلك الوزارات إلى ميليشيات، والميليشيات لا تندرج بقانون لا لوزارة الداخلية ولا لوزارة الدفاع، وإن تم مؤخرا إقرارها من قبل البرلمان، لكن هذا من القوانين الدولية هي عبارة عن ميليشيات أو منظمات إرهابية بمعنى حالة اللا قانون. الجانب الآخر هو تدمير الإنسان لا يتم إلا من خلال أيضا تدمير مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية والمتمثلة بالدين
والدستور. فالسبب الأهم يعني وفق نظرية الضبط الاجتماعي هو لشيوع حالة الفوضى اللامعيارية حتى تستطيع الدول المجاورة الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذه المناسبة الولايات المتحدة الأمريكية نعم تتحمل كافة التبعات، ولكن الولايات المتحدة هدفها ما فوق الأرض، تبحث عن الجانب الاقتصادي، لكن هنالك عدو أخطر وهو العدو الإيراني يهمه كل العراق شعبا وحضارة وثقافة كي يبقى تحت قيادة الفرصة وتحت قيادة نظرية ولاية الفقيه. ولذلك يعني هما العدو الإيراني وأحزابه قاموا بصياغة دستور للبلاد ودين للعباد جديد. الدستور بدل من إشاعة مما هو مطلوب منه إشاعة حالة التجانس، بدل حالة إشاعة حالة لا تجانس بين ديانات ومذاهب المجتمع. طيب. لأنه تبنى مذهب الأعلى والأدنى يعتمد التمايز بين المواطنين. ابقى معي دكتور عبد السلام الطاهي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نظير، يعني الحكومة فعلت، شرعت قانون مكافحة الاتجار بالبشر من قبل البرلمان العراقي، أليس هذا كافيا؟ طبعا هو في سنة 2012 تم يعني البرلمان أصدر قانون يعني معاقبة الاتجار بالبشر استجابة إلى قرار اتفاقية الأمم المتحدة لحظر الاتجار بالبشر لسنة عام 1949. ولكن يعني هذا القانون، هل رأينا في يوم الأيام إعلان في الجريدة أو في أي وسيلة إعلامية بأنه تم القبض على أشخاص يتاجرون بالبشر؟ لم نسمع هذا الشيء. هذا القانون من 2012 ولحد الآن، هل حد من الظاهرة أم أن الظاهرة تتفاقم يوم بعد يوم؟ يعني هناك إحصائيات مخيفة، آخر إحصائية تقول المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد حالات وصل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر إلى 175 ألف ضحية، يعني رقم مخيف. وإذا علمنا بأن هؤلاء الضحايا في مجملهم من النساء والأطفال، أنا فقط أريد أن أركز يعني على الأطفال، كيف بطفل الآن ربما يتراوح عمره 10 سنوات إلى 15 سنة يتم بيعه لغرض التسول أو بيعه لغرض القتال مع الميليشيات، ومن جهة أخرى لغرض القتال مع المنظمات الإرهابية كداعش وغيرها؟ هذا الطفل بعد 10 سنوات أو 15 سنة كيف سيكون هذا؟ يعني سيكون شاب وجزء فاعل بالمجتمع، ولكن فاعل بالاتجاه السلبي. كيف سيكون المجتمع؟ هذه الجريمة ليست جريمة آنية، ليست الآن نحن ندفع ثمنها، إنما هذه الجريمة ستدفع ثمنها الأجيال اللاحقة من المجتمع العراقي. لتصحيح مثل هكذا جريمة ربما نحتاج أجيال لكي نتخلص من هذه الظواهر التي ظهرت بالمجتمع العراقي. الجرائم التي ترتكب من هذا النوع بحق الشعب العراقي هي جرائم يعني مستقبلية، والتخلص منها ومعافاة الشعب من هكذا أمراض ربما يحتاج من الشعب العراقي جهود عظيمة وصرف مبالغ كبيرة للتخلص من هذه المآسي. طيب، هناك أمر يعني نريد الاستيضاح فيه. هناك يعني أحزاب يعني تسمي نفسها أحزاب دينية حتى أن مسمياتها دينية، مثلا حزب الدعوة الإسلامية، مثلا يعني المجلس الأعلى الإسلامي، الكثير من المسميات، الجميع يسمي نفسهم يعني حزب الله، حزب الفلاني، حزب المهم كلها مسميات دينية. وهذه الأحزاب هي متنفذة أو يعني لها حتى ميليشيات في مناطق معينة في بغداد، معلوم أنها مثلا في الكرادة، في العرصات، في مناطق محددة، حتى أن 40% من ظاهرة الاتجار ب البشر الأصحاء مثل ما تحدث ووصفهم الدكتور عبد السلام الطائي هم يعني في منطقة الكرادة تليها البصرة. يعني كيف ممكن أن تكون أحزاب تسمي نفسها إسلامية أو دينية وهي تعطي الغطاء بحسب ما يصف محللون لانتشار واتساع مثل هكذا ظاهرة؟ يعني هل يستوي الدين مع هذا الأمر؟ بالتأكيد لا يستوي، لكن هؤلاء يتخذون من الدين كغطاء لجرائمهم وأجندتهم الداخلية. حقيقة هؤلاء هم عبارة عن
يعني كيف أشبههم؟ كالجراء للكلب الكبير. هؤلاء هم نتاج من للنظام الإيراني. النظام الإيراني يتخذ من الدين والمذهب كغطاء لأطماع القومية الفارسية. لذلك هؤلاء الأذناب الأحزاب اللي في العراق وميليشياتها أيضا تتخذ هكذا نفس الشيء، الغطاء الديني والمذهبي لتبرير جرائمهم في العراق. وإلا باعتراف يعني رئيس التيار الحكمة عمار الحكيم اعترف بشكل صريح أن دور الدعارة والملاهي والخمارات يتم حمايتها من قبل الأحزاب بين قوسين الإسلامية، أو يتم حمايتها من قبل الميليشيات. وبالتالي يعني أن هذا انتعاش سوق الاتجار بالبشر والاتجار بالأطفال والنساء هو محمي من قبل هذا النظام السياسي الذي تقوده تلك الأحزاب وتلك الميليشيات. يعني حقيقة على البارحة كنت أقرأ تغريدة يعني المشكلة أن رموز النظام هم يفضحون أنفسهم. البارحة قرأت تغريدة لمحمد الحلبوسي يقول بأن الفساد في الدولة العراقية متغلغل بالمنظومة السياسية من أصغر شيء إلى أكبر شيء، ولكي نعالج الفساد ونحارب الفساد فعلينا إلغاء النظام السياسي العراقي. تغريدة حقيقة خطيرة وتدلل على أنه هذا الرجل يعرف ماذا يحدث في هذا البلد، ومع ذلك هو يستمر بهذه العملية الفاسدة. إذن هناك حتى اعتراف من المسؤولين ورؤوس المسؤولين من إلغاء النظام السياسي العراقي هو الحل، ولا يوجد إصلاح له، لا إمكانية لإصلاحه. طيب سأعود إلى الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، يعني ما الحل من وجهة نظرك؟ يعني حتى أن المسؤولين في العراق يتحدثون عن أن العملية السياسية أو حتى النظام السياسي في العراق لم يقدم خيرا للعراقيين، لم يستطع حتى الحد من الفساد الحكومي الذي انعكس بالتالي على بالسلب على المجتمع العراقي وعلى وضعه الاقتصادي ووضعه الاجتماعي. نعم، الحقيقة قبل ما أتطرق إلى موضوع الحل أو العلاج، فقط إذا سمح الوقت. نعم تفضل استاذ. اطلاعكم بسرعه عن تقرير لصحفيين سويديين هما تيريزي كريستنسون وتورجون اندرسون، تجولا في شوارع بغداد ووجدا ان هنالك سوق لبيع الاطفال في المنطقه الخضراء قرب مقر الحكومه. هذه عمليه التجوال او الدراسه او الاستطلاع الصحفي الميداني تمت عام 2013. يتساءل الصحفيان في تقريرهما اين يذهب ريع تجاره الجنس والمخدرات في المنطقه الخضراء، تلك المنطقه السياسيه الحساسه. وجد ايضا فتيات عراقيه تتراوح اعمارهم ما بين 11 و12 تم توجههن الى بلدان عربيه مجاوره من اجل انشطه جنسيه، في حين هنالك عدد من الفتيات تم استغلالهن جنسيا داخل العراق في الملاهي الليليه. دور الدوله للايتام، يعني بعد 18 سنه دور الدوله للايتام، الفتاه والفتاه يخرج. رواد اصحاب الملاهي باشراف وبعلم من السلطات الحكوميه والميليشيات والاحزاب السياسيه يلتقطوهن لغرض العمل في الملاهي وفي الدعاره وفي الجنس. الاسباب ايضا عن عجاله قبل ان انطلق الى موضوع العلاج، انه كما اشرت وفق نظريه الضبط الاجتماعي تم تدمير الدوله والمجتمع بتفكيك مؤسسات الضبط الرسمية ومؤسسات الضبط غير الرسمية المتمثلة بالدستور وتشويه الدين. يعني مسميات الإسلامية هي كلمة حق يرادوا بها باطل. كلمة الإسلامية بالضبط هي تنطبق عليها قاعدة التقية، ظاهرها غير باطنها. يعني الأجهزة البوليسية أثناء التعذيب المخطوفين يعني تقوم استئصال الأعضاء لبيعها وابتزاز ذوي المغدورين. كلنا نتذكر عام 2005 و2006 كيف كانت الميليشيات والأحزاب تقف في باب الطب العدلي وتساوم أهالي المغدورين لغرض أخذ مبالغ معينة من رؤوس الأموال. على العموم، وسائل العلاج يمكن أشار إليها أحد النواب، عدد من النواب وليس أحد، وجهوا نداء إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنقاذ الأيتام المؤهلين للخروج من دور الأيتام بعد بلوغهم
سن 18 عام محاضرين من بعض ضعاف النفوس يتاجرون بالنساء والشباب الخارجين لأغراض الدعارة والإرهاب واستئصال أعضائهم البشرية. هذا يعني اعتراف حكومي من البرلمان. أما سن القوانين هذا فقط لأغراض وضرر الرماد في العيون. هنالك مشكلة أخطر بدأت تتفاقم في العراق، هي ظاهرة الولادات غير الشرعية. العراق لم يعرف الولادات غير الشرعية في دراسة لحصر شامل لهم أجريناه قبل الاحتلال لا يتجاوز 30 شخصا. جامعة في النجف تؤسس يطلب من شروط القبول للطالبة أنها تقبل الزواج بالمدعى. عشرات الألوف الآن من الولادات غير الشرعية، هؤلاء خلايا نائمة لتدمير المجتمع العراقي. إذا كان الآن التبعيات والعملاء يحكمون العراق فعلينا أن نعلم أن أولاد الحرام لربما إيران تخطر على المدى البعيد. لذلك العلاج الأسلم والأنجع هو اللجوء إلى المنظمات الدولية، لأن لا أمل ولا رجاء بالسلطة الحالية وأحزابها لمعالجة هذه الحالة وقيام وسائل الإعلام أيضا بتوعية الناس. أظن وهذه تعتبر الوسائل العلاجية الأولية على وسائل الإعلام الوطنية والمرئية وفي مقدمتها قناة الرافدين أن تكون موجهة للأسرة وللمدرسة وللشباب ولكل الظواهر تدمير الإنسان والمجتمع المتمثلة من زواج القاصرات إلى تجنيد الأطفال. وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور عبد السلام الطائي. أستاذ نظير، كيف تعلق على ما على هذه الحقائق التي ذكرها الدكتور عبد السلام الطائي؟ الكثير من الحقائق ذكر، يعني المنطقة الخضراء هي كانت ربما المحورية في إدارة عملية الاتجار بالفتيات، وهناك أيضا جامعات تؤسس ويشترط فيها ما ذكر. نعم. كل هذه الأمور في العراق، كيف يحصل ذلك؟ يعني حقيقة الحقائق التي ذكرها الدكتور عبد السلام يعني حقائق دامغة ونفس الوقت هي مؤلمة. وأود أن يعني أنوه على التقرير لأحد التقرير أجنبي يقول أنهم رصدوا حالات بيع الأطفال لأغراض الجنس في داخل المنطقة الخضراء، يعني كاتبين التقرير يتساءلون من المستفيد من هذه التجارة. حقيقة يعني أنا أيضا رأيت مقطع فيديو أيضا لتحقيق صحفي قامت به إحدى القنوات، ويلتقم بشخص هو الذي يسمسر ويتاجر بهؤلاء الأطفال. يقول تأتينا طلبات من سياسيين ويأتون يعني بطريقة سرية لغرض عدم افتضاحهم ويدفعون مبالغ كبيرة من أجل ذلك. يعني معناه المنظومة الحاكمة في هذا البلد هي أس الفساد في هذا البلد. لذلك يعني إذا ترى يعني هناك مقولة قديمة تقول أن الشعوب على دين ملوكها، فإذا كان النظام السياسي الحاكم في هذا البلد بهذا المستوى من الضحالة ومستوى هذا المستوى المتدني من سوء الخلق، فكيف تتوقع أن قراراتهم ستنعكس على المجتمع؟ هم سيشجعون على الرذيلة، هم سيشجعون على امتهان كرامة الإنسان، يشجعون على قتل مستقبل العراق من خلال هذا الاتجار بالأطفال. حقيقة نحن قادمون على مرحلة لربما تكون مرحلة سوداء إذا استمر هذا النظام السياسي. لماذا دائما المواطن العراقي، الإنسان العراقي، هو دائما الضحية، سواء كان بحروب داخلية تصطنع في العراق، سواء كان بجعل الإنسان العراقي يبيع أعضاءه البشرية، سواء بالواقع الاقتصادي عندما يخرج المواطن العراقي مطالبا بحقوقه الأساسية ليس هناك من يستجيب من المسؤولين، فبالتالي عندما تتفشى الجريمة وينتشر الفقر وينتشر الجهل نأتي هنا لنبحث عن الأسباب. يعني دائما كل دولة فيها القضاء وفيها الأمن وفيها التعليم، هل هذه العناصر الثلاثة إن توافرت على سبيل المثال تغني عن موضوع مثلا؟ يعني تحدث الدكتور عبد السلام وقال بأنه ينبغي يعني مناشدة المنظمات المجتمع المدني على أهمية إنفاذ القانون على الجميع، وكذلك ضرورة يعني حث على موضوع الإعلام، والإعلام هو في تثقيف الناس،
ولكن الأمر هنا يعني هناك حدثني عن هناك مشكلة في العراق، والمشكلة كبيرة تتطلب إلى حلول واقعية. كيف يمكن أن نضمن قضاء نزيها وأمنا قويا وتعليما نوعيا لكي يعني نقضي على هذه المشكلة؟ يعني أنا أقول لك بصراحة، ولا أريد أن يكون كلامي دافعا لليأس، لا نرجو من النظام السياسي الحالي أي تقدم في القطاعات التي ذكرتها، سواء بالقضائي أو التعليمي أو أي شيء آخر، وحتى الذي ذكر الدكتور عبد السلام من مناشدة المنظمات العالمية لتسليط الضوء على ما يحدث من جرائم بالعراق. أنا أقول إنه جهد مبارك، ولكن هو لا يتعدى على فضح ما يحدث من جرائم في العراق. ولكن ما هي آليات التغيير؟ آليات التغيير غير ممكنة يعني في العراق في ظل النظام السياسي الحالي. إذا كنت تريد أن تتخلص من هذا الذي يحدث في العراق، يجب تغيير النظام السياسي، لأن النظام السياسي بفساده هذا لن يسمح لمثل هكذا تغيير. هو مستفيد من هذه المشاكل التي تحدث في العراق، هو أصلا سر قوة هذا النظام السياسي بالمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي. شيء آخر، أنت ذكرت لي لماذا الشعب العراقي هو الوحيد الذي يدفع الثمن، ومع الأسف يعني أنه شاءت الأقدار أن الشعب العراقي يدفع الثمن دائما، سواء لثمن للحروب أو للفساد أو للفقر أو لأي نوع من أنواع المصائب التي تحدث. وحقيقة أنا أؤكد بأن الحل لمشاكل الشعب العراقي سوف لن يأتي من الخارج، ولن تأتي دولة لتنقذ الشعب العراقي، لا من الغرب ولا من الشرق ولا من العرب ولا من غير الأقوام. إذا الشعب العراقي أراد أن يغير حقيقة ما يحدث بحقه من جرائم، عليه هو أن يقرر ذلك، وهو أن يثور على هذا النظام السياسي ويحاول استبداله بنظام سياسي نابع من الشعب، وخيرات هذا ترجع إلى الشعب العراقي. يعني المفوضية تقول إن غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال، مفوضية حقوق الإنسان في العراق. يعني المرأة هنا يعني بعناصرها التي تمثل نصف المجتمع، كيف يمكن أن ينعكس أو تنعكس هذه الظاهرة عندما تجد المرأة أن أبنائها يبيعون أعضاءهم البشرية في سبيل مبالغ زهيدة من المال، أو أنها تبحث عن وليدها ولا تجده إذا به قد خطف من قبل عصابات مسلحة؟ يعني هذا كيف يؤثر بالتالي على الأجيال القادمة وعلى نفسية هذه الأجيال القادمة؟ بالعودة إليك دكتور عبد السلام الطائي، إن كنت معي إلى الآن. العفو، ما سمعت السؤال. دكتور عبد السلام الطائي، يعني تحدثت عن أن المرأة تمثل نصف المجتمع. المرأة العراقية عانت ما عانت من ويلات ومن حروب، سواء كانت حروب خارجية أو داخلية. الآن هي أمام تحدي صعب، يعني من حيث أولادها لا يجدون معاشا أو لا يجدون عملا، الظروف اقتصادية سيئة، الوضع في البلد يعني يسوده الفساد بسبب الحكومة، بسبب الممارسات الحكومية. يعني المرأة هنا، وكيف تؤثر هذه الظروف على نفسية الأجيال القادمة في العراق من وجهة نظرك؟ بالتأكيد لها تداعياتها السلبية، وخاصة المرأة الأكثر معاناة هي المرأة العراقية النازحة، وكلنا يعلم أن عدد النازحين تجاوز 3 ملايين، وأن أبناء تلك النساء يعانون من المسائل التربوية، عدم وجود المدارس وفقدان الرعاية الصحية، إضافة إلى الفقر وانتشار الكثير من الظواهر. والمرأة أيضا مستهدفة في فقرها أيضا، رغم كرامة وعزة نفس المرأة العراقية. ولذلك المرأة هي الإنسان والطفل الحلقتان الأضعف في جميع المجتمعات، ولذلك فهم مستهدفون من قبل شبكات الاتجار بالدم وبالبدن. فقط يعني تفضلت وسألت لماذا أيضا العراق المستهدف، يمكن وضح بعض الشيء الأستاذ الفاضل.
الدكتور نظير، ولكن أقول الشعب العراقي مستهدف لعدة أسباب. أولا لأنه شعب استهدف الحضارات، وجنده كانوا جند خاتم الرسالات، وقد وهبنا الله النفط ليكون نعمة فتحول إلى نقمة. البديل الأساس أن الشعب مصدر السلطات، وحماية البلد وحماية المرأة وحماية الطفولة هي من واجبات المواطن في الداخل، أما الذين في الخارج فهم الذراع الخارجي للسياسة الداخلية أو للتطلعات المشروعة للأجيال القادمة داخل العراق. فالمرأة مستهدفة، الأطفال مستهدفون، الكفاءات مستهدفة، الوضع الصحي متدهور، التعليم متدهور. الحكومة يرجى منها، يرجى منها فقط شيء، ونحن واثقون بأنها قادرة وقدرت وكانت قادرة على تدمير كل شيء في المجتمع العراقي، من التعليم إلى الصحة إلى الإنسان، تشويه الدين، تشويه القوانين، تدمير الطفولة وغير ذلك. لذلك أملنا كبير بالله أولا وبالشعب العراقي ثانيا وبأبنائهم في الخارج، كي يكونوا ذراعا خارجيا لهم أمام المنظمات الدولية لكشف هذه الجرائم الاجتماعية اللا إنسانية التي تدينها كل المجتمعات البشرية. شكرا لك دكتور عبد السلام الطاهي، الأستاذ في علم الاجتماع، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك. أخيرا أستاذ نظير، هل الحكومة قادرة على توفير حياة كريمة للعراقيين؟ الحكومة يعني لديها وسائل وإمكانيات عديدة، وبإمكانها أن تساهم في حل مشاكل عديدة للشعب العراقي، ولكن إن سألتني هل لديها الإرادة لفعل ذلك، هل لديها الرغبة في ذلك، أو هل إن الأجندة التي تمشي عليها تسمح بذلك، أقول لك لا. الحقيقة أن النظام السياسي الذي إحدى مفرزاته هي هذه الحكومة المنقوصة، حكومة عادل عبد المهدي وعلى شاكلتها الحكومات التي سبقتها، ليس في أجندتها أن ترفع من مستوى الشعب العراقي، سواء تعليميا أو يعني قيميا أو أخلاقيا، بل بالعكس أن مصلحة هذا النظام السياسي هو زيادة الجهل وزيادة الفاقة. وأحيانا يستوقفني أمر ما يعني وهو مهم جدا، موضوع أن من ضمن عندما كان في زمن المالكي تحدث مسؤول عن سرقة 1100 مليار دولار من العراق، لو كان هذا المبلغ الضخم الذي يعني تحلم به كل دولة من أجل يعني إنعاش الوضع الاقتصادي لشعوبها، لو كان هذا المبلغ قد صرف في مكانه الصحيح، هل يجبر المواطن على بيع أعضائه، أو هل سيستغل طفل من أجل يعني التجار بأعضائه البشرية أو غير ذلك؟ طبعا بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. يعني هذا الرقم الذي ذكرته رقم فلكي، يعني 1100 مليار دولار في توجد بعض الدول حاليا الآن يكون الدخل القومي لها 150 مليار، وتفاخر به بأن الدخل القومي لها سنويا يبلغ هذا الرقم، ويعني تعتبر نفسها من البلدان الغنية، بينما نحن بددنا رقم فلكي تجاوز 1200 مليار. حقيقة يعني العراق لا هذا يعاني في زمن المالكي فقط، يعني العراق لا يعاني من الفاقة ولا يعاني من قلة الموارد، ولا هو بلد فقير بموارد الطبيعية أو بإمكانات البشرية أو حتى في عقول أبنائه، لكن هو يعاني من مشكلة احتلالين في آن واحد، وطبقة سياسية فاسدة لا تفكر سوى بمصالحها الشخصية ومصالحها الحزبية، ويبقى الشعب واحتياجاته هو آخر ما يفكر به أولئك السياسيون، ويعتقد هؤلاء بأن أي تحسن في حالة المجتمع العراقي هي بالنتيجة لا يصب في مصلحة هذه الطبقة السياسية. شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ نظير الكندوري، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي في الاستوديو. والشكر أيضا للدكتور عبد السلام الطائي، الأستاذ في علم الاجتماع، كان معنا من ستوكهولم. وشكرا لك أيضا دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من لندن. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.